طيب فكرة انه الاهلي والزمالك فوضوك حصل ولا ما حصلش؟ وانا عارف انت كنت على اعتاب بالتدريب في الدوري الممتاز كمدير فني، بعدين جات لك قصة سوريا. بالنسبة لأول النادي الأهلي كان في مدرب أرجنتيني مشهور جدا، جاريكا، اللي هو كان ماسك منتخب بيرو. كان النادي الأهلي كان في يعني بعض المفاوضات كده معاه، فهو الراجل عرفني بشكل جيد جدا يعني، فاتصل بيا وسألني عن النادي الأهلي. طبعا قلت له من أكبر الأندية في أفريقيا، هو أكبر نادي في أفريقيا يعتبر، وهو كذا وكذا وكذا. فقال لي طب انا لو اشتغلت ممكن تيجي تشتغل معايا؟ انا محتاج حد يكون معايا عارف الاجواء والكلام ده. فقلت له طبعا ده يبقى شرف كبير طبعا ليه يعني. حتى بعض مش هقول لك بشكل رسمي، لكن بعض الناس المسؤولين القريبين يعني من المسؤولين اتصلوا بيا قالوا لي لو انت الفرصه جات لك توافق تشتغل، طبعا يبقى شرف ليا كبير طبعا اشتغل في نادي دي قصه الاهلي. الزمالك خاصه علاقتك باسامه نبيه كانت جيده، وتم تعيين اسامه نبيه مديرا فنيا للزمالك في التوقيت ده. هو كانت الفكره كان كابتن اسامه مكلمني قبليها لنادي تاني خالص اصلا، غير نادي داخل مصر، غير نادي الزمالك. فقال لي لو في فرصه ممكن تيجي معايا تبقى انت المدرب العام معايا. فقلت له قول لي قبليها وربنا سهل يعني، يبقى شرف ليا اشتغل معاك، انت اخ عزيز ونقدر نشتغل مع بعض نعمل حاجه كويسه يعني. فالكلام ده على النادي التاني. فجت اللي هو لما تقريبا نتكلم مع نادي الزمالك فقالوا فهو بيقول لهم انا ممكن يبقى معايا محمود فايز. محمود فايز فراح ساعتها رئيس النادي على طول راح اعلن محمود فايز معانا في في الجهاز. فانا كلمت طبعا كابتن اسامه ساعتها وقلت له كده الظروف مش مهيئه خالص، كانت الظروف مش احسن حاجه في نادي الزمالك في وقتها. فرفضت طبعا بشكل، ما رفضتش نادي الزمالك، الظروف نفسها بس طبعًا. اللي ما كانتش طبعا نادي الزمالك طبعا شرف لاي حد يشتغل فيه من اكبر الانديه في افريقيا، لكن الظروف اللي كانت وقتها مهيئه لان الواحد يشتغل والاجواء لا ما كانتش تساعد خالص يعني. فيها